مع بدء دوام المعلمين اليوم وانتظام كثير من الموظفين بالدوام بعد الإجازات السنوية، شهدت بعض الطرقات ازدحاماً مرورياً نسبياً، ويتوقع أن تزيد الزحمة بعد بدء دوام الطلبة. وكان واضحاً جهود رجال الداخلية في تنظيم حركة السير منعاً لحدوث عرقلة في الطرقات. فماذا قال المواطنون حول هذا اليوم؟ بالنسبة لي طلعت بدري، طلعت تقريباً 6:30 من البيت، كانت فيه زحمة بس مو واجد. يعني الحين تحصلين زحمة بالشوارع، بس تقريباً يعني يومين ثلاث كذي تبلش الزحمة صح، تبلش المدارس. والله إن شاء الله مع المشاريع القادمة اللي تنبني والتسور هذه إن شاء الله على ما تخلص راح تسمح إن تقل الزحمة. وطبعاً يعني الأيام تفرق، يعني الأيام السابقة كانت أخف زحمة لأنه ما كان في دوامات وما كان في الناس ما قاعد تداوم يعني. بس أنا متأكد إن اليوم راح يصير الزحمة أوفر على قولتهم، وايد ناس راح تضايق خصوصا حزة 12:30 ل1:30 هذه الناس رادة. أكيد بيحوشني زهق، يعني عندي موعد مثلا بالمكان فلان يطلع له قبل ساعتين قبل ساعة عشان تفادى الزحمة، يعني عشان حق الموعد. طبعا أول شيء يصيبك إحساس تضايق، أنت رايح مشوار بتخلص شغلك عندك مواعيد عندك تضايق نفسيتك تتعب من الزحمة اللي موجودة. من بداية الخط السريع يعني من بداية الأحمدي إلى هنا على ما وصلت يعني تقريبا خدت ساعة لربع. طبعا هذا الوقت يعني المفروض انه يعني الوقت يكون مستغل واصل هنا يعني وخالص شغلي افضل من اني اقعد فيه يعني في الطريق. يعني طلعت من الصبح الساعة 6:30 من البيت وحشتني زحمة، يعني هي 6 وفي زحمة، يعني لو بعد يومين شنو راح يكون؟ اكيد اكثر من الزحمة اليوم. لا تبين الصدق انا طلع 6 الصبح من البيت، رحت هيئة المعامل المعاقين ويتمجمع الوزارات، ما حاجاتني الزحمة. يلا تعدي على خير يا رب الطوف، تحلطم ونصور سنابات. والله شو نسوي بعد، صورتكم سنابات هوني. حل نطلع مبكر ونروح دواماتنا مبكر، أصور سناب وهو يصورني، سووا معي مقابلة.